في هذا الفيديو سوف نشارك معكم آخر أخبار بوليوود، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. يستعد النجم الهندي رانبير كابور والممثلة الهندية شرذا كابور للظهور على الشاشة معا لأول مرة، حيث أن البارحة قد تمارست كل من شرذا ورانبير في إسبانيا. وقد ظهر النجم الهندي رانبير وهو يتدرب على رقصة مع مصممة الرقصات، بينما كانت شرذا تقف بجانبه تحت المظلة. ويشعر أن معجبي كل من شرذا ورانبير متحمس جدا لرؤيتهما معا، كما أنه لحد الآن لم يكشف عن اسم الفيلم، لكنه حسب ما يشار فإن الفيلم سيكون كوميدي رومانسي. ومن جهة أخرى، فتاة هندية تثير الجدل في الهند على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما قررت الزواج من نفسها علما أنها تبلغ من العمر 24 عاما. وقد قالت بأنها أغرمت بنفسها، ويشار أنها قد فعلت ذلك بالفعل، حيث قامت بجميع طقوس الزواج بما فيها طقس الكركم والحناء، لكن بدون عريس وكاهن وبحضور صديقاتها المقربات. وقالت أن والديها يحترمون قرارها وكذلك صديقاتها. أما عن النجمة الهندية مهما شودري ونجمة التسعينيات وبطلة فيلم باردس، هو الفيلم الشهير لشاروخان لعام 1997، علما أنها كانت قد اختفت لمدة طويلة بعد غيابها لوقت طويل. وقد ظهرت في مقطع فيديو رفقة النجم الهندي المخضرم أنوبام خير، والذي كشفت من خلاله أنها مصابة بمرض السرطان، حيث أن الممثل كان قد طلب منها أن تقوم بفيلم معه جديد عندما كانت في الولايات المتحدة الأمريكية، ليتفاجأ بخبر إصابتها بالمرض. وقد وصفها بالبطلة، والجدير بالذكر أنها قد لاقت تعاطفا كبيرا من طرف نجوم بوليوود. ويشار أيضا أنها حاليا في صدد تصوير فيلم جديد مع الممثل أنوبام خير، وذلك بعدما تعافت كليا من المرض. What is the name of the film? Last Signature. Last is not there. Signature. The Signature. The Signature. Mahima, naam kar di, title yaad kar lo. Ye director saab hamare, iske. Aur ye dekho kaam kar rahi hai hamare saath. Ye piche sab baithe hain. Theek hai, maza aa raha hai? Maza aa raha hai. Mere saath kaam karke acha lag raha hai? Acha lag raha hai. Bahut class le rahe ho aap to meri. मतलब ये तारीफ नहीं कर रही हो? बहुत बढ़िया, कमाल के एक्टर। मेरे को ना इतनी नर्वसनेस हो रही थी सच्ची। सच है, I mean this is your 525th film. Yes. My God. Enjoy. That's why. You're doing a great job. We are shooting in Lucknow. For all those people who are asking whether she is in America or not, she's not.